واضح طبعا ان المسألة تشابه اسماء. حضرتك عارف ان الشعب المصري قرب على 45 مليون نسمة، واللي اسمهم علي حسن يجي مليون، ده غير الانسات والسيدات اللي اسمهم امال علي حسن يجي مليون وزيادة. حضرتك افتح دفتر التليفون، جيب الصفحة اللي فيها امال، شوف فيها كام امال علي حسن، شوف بنفسك حتى. ده غير التانين يا امال اللي اسمهم امال علي حسن ما عندهمش تليفونات واسمهم مش في الدليل. جميع المواصفات اللي على المتهمة مطابقة تماما على الدكتورة. يا بصوت يا امال عملتوا ايه؟ لسه الاجراءات يا عادل، انت عارف الاجراءات دايما معطلة. في ايه يا امال؟ في ايه؟ في مصيبة سودة. انا متهمة في قضية سرقة، سرقت مين انا معرفش. سرقت المواطن كمان رستم. سرقت منه ايه كمان رستم ده؟ طب فلوس مبلغ وقدره 4000 دولار واشياء اخرى عبارة عن مصوغات ذهبية. وسرقتهم منه ازاي ده؟ طلع الاوتوبيس وطلعت وراه ونشلته ولا سرقتهم ازاي؟ فهموني. نفهم يا امال. من الشقة الخاصة بتاعته. الشقة الخاصة بتاعته؟ مصدق؟ ممكن اعرف لو سمحت عملية السرقة دي تمت ازاي؟ المحضر اللي عمله في الاسم بيقول انها كانت بايته في شقته، واثناء استغراقه في النوم تمت عمليه السرقه والهرب. لا لا لا